وتدري كان مهنة الغوص والصيد، صيد السمك، ما كانت أي مهنة ثانية. لذلك هذا الارتباط وهاي الأدوات اللي موجودة، ويجب أن تصل إلى كل الأجيال، ما تنتهي في مع جيل معين. يعني هذه مثل الأمانة التاريخية، لذلك يجب المحافظة عليها يعني، وتوصيلها من الأجيال اللي كانت قبل إلى كل الأجيال اللي هي موجودة الآن، على أساس نضمن إن شاء الله استمراريتها وارتباطها ارتباط مصيري بهذه البلد وأهل البلد.